إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن جميع حالات مرض الزهايمر. تنطوي على انحلال تدريجي لخلايا الدماغ، وبدأ من يعني منطقة الحصين، وهي المنطقة من الدماغ المسؤولة عن الذاكرة، وحتى قشرة الدماغ طبعا، وهي يعني المنطقة المسؤولة عن عمليات التفكير واتخاذ القرارات. طبعا العلماء ليسوا متأكدين من سبب هذا الانحلال في خلايا الدماغ، كما انهم لا زالوا يعني لا يعرفون بصورة يقينية لماذا تختلف سرعة تطور المرض بشكل كبير من حالة لأخرى. ان معظم الحالات المتأخرة او الاعتيادية لمرض الزهايمر التي يتم تشخيصها عادة لدى الاشخاص الذي يعني التي تزيد اعمارهم عن 65 سنة، هي ما يسميها يعني الباحثون بشكل عام او الاطباء الحالات المتفرقة او الغير وراثية، يعني بالضرورة من مرض الزهايمر، على الرغم من انهم لم يقوموا بتحديد السبب او الاسباب الكامنة وراءها، في حين يعني يتفق الباحثون على ان الاسباب الوراثية يعني تلعب دور مهم جدا في ظهور اعراض الزهايمر المبكر. اتمنى انكم استفدتوا في هذا الفيديو بشكل يعني مختصر جدا عن مرض الزهايمر. الى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وان شاء الله نشوفكم في درس قادم.